السلام عليكم عزيزي المشاهد، ان شاء الله اني ما اطول عليك. يا اخي، هل جربت في حياتك ان امورك تتيسر بسبب صدقه؟ هل جربت الشيء هذا؟ مر عليك؟ يا اخي، هذه العاده صايره في حياتي من فتره، واتمنى اني اعلم عليها الناس، واتمنى انها يا رب ما تنقطع من حياتي. يا اخي، قبل امس، لا امس تو امس، كان عندي موعد شايل همه من 3 اسابيع، موعد حرفيا مصيري، يعني يا ابيض يا اسود، وشايل همه ما اتذكر الا اشيل هم واتنكد. امس قبل لا اروح الموعد فتحت الجمعيه وتبرعت. والله العظيم لو اقول لكم عن التيسير اللي صار، اني اقول يا اخي ليش شلتها. فهذه العاده في حياتي اتمنى انها تدخل في حياتك. اي شيء شايل همه تبرع، تصدق، اخرج من مالك لوجه الله، وشوف كيف الله ييسر امورك. في البايو الحين في رابط في مكه، وقف في مكه وصدق، جرب وشوف. والصدقه لا تجرب بس.